وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نفرق بين الحضنة المغلوقة على وشك البقس والحضنة المفتوحة والبيض واليرقات؟ اليوم بإذن الله تعالى سأشرح لكم الفرق بينهما وكيف تفرق بينهم. تابعوا معي الشرح إخواني الكرام. نبدأ على بركة الله. أنا دائما عندما تبدأ التدخين على الخلية وقبل أن تبدأ الفتح، البسملة كل شيء، توكل على الله والبسملة. بسم الله نقوم بالتدخين كما تشاهدون، وتكون أنت جالس بجانب الخلية، لا تقوم بالجلوس أمام باب الخلية، أن تقوم بالجلوس بجانب هكذا، فتحة السروح من هنا، أنت تقوم بالوقوف من هنا، وإذا كانت فتحة السروح من هنا تقف من هنا، وإذا كانت في المنتصف فلا داعي تقف من أو من الأمر عام. أنا هكذا فتحة السروح من هنا هكذا إخواني، أفتح الغطاء الخارجي وأضعه أمام الخلية ولا نصدر أي صوت أو إزعاج النحل، نفتح بهدوء أخي الكريم. انظروا، نراقب هنا، ربما تكون الملكة هنا، إن لم تكن الملكة هنا الأمر عادي، أرجع إخراج سماحه. قم بالتدخين يعني دفعات قليلة فقط هكذا في الكريم، ننتظر لبضع دقائق حتى يهدأ النحل وأيضا يشعر بأنه يوجد حريق بجانب الخلية فيبدأ بأكل العسل استعدادا للرحيل إخواني. فلذلك أنتظر قليلا ومن بعد ذلك نفتح وننزع الغداية. انظروا كل شيء بهدوء، أيضا نراقب تحت الغداية، إن لم توجد الملكة هنا فربما الملكة تصعد إلى تحت الغداية، هنا تراقبها جيدا وأيضا تضع الغداية أمام باب الخلية. فلو مثلا كانت الملكة هنا فستقوم بالرجوع إلى الخلية. نبدأ الآن بتفقد الخلية. الآن أنا أفتح مباشرة لكي أراقب الإطارات فقط التي نبحث عليها. هذه الإطارات ليس فيها كثير من العسل والحضنة، أبدأ على بركة الله. انظروا إخواني الكرام، هذا هو العسل، هذا الإطار به عسل. الذي هنا أخي الكريم كما تشاهد هنا نسميه عسل مختوم، هذا هو العسل المختوم أخي الكريم الذي يكون مغلق على العيون السداسية. ومن هنا كما تشاهد هذا العسل، هذا غير ناضج، فهذا العسل غير مختوم، ففيه رطوبة كبيرة، لكن هنا أخي الكريم لا توجد فيه رطوبة، هذا عسل مختوم وناضج. نبدأ الآن على قلنا عسل، فرقتم الآن بين العسل الناضج والعسل غير ناضج. تابعوا إخواني، هذا من هنا خبز النحل الذي باللون البني قاتم هذا، وكما تشاهدون هذا هو، هذا خبز النحل. وأيضا هنا هذا هنا خبز النحل. الآن البيض واليرقات، انظروا هذه يرقة التي باللون الأبيض، والبيض يكون مثل الشوك، يكون مثل الشوك يعني حاد، هذا بيض ويرقات.
الإخراج. الآن سنذهب إلى الحضانة المغلقة، حضانة مفتوحة. انظروا اخواني، هذه حضانة مغلقة، هذه هنا حضانة مغلقة، وايضا هاتي هنا حضانة مغلقة، ومن هنا حضانة مغلقة. الحضانة المفتوحة، انظر اخي الكريم، هذه اليرقة التي في العين السداسية هنا، هاتي اليرقة هنا، سنريك من جهة اخرى. انظر، هذه حضنة مغلقة على وشك الفقس أخي الكريم. لماذا حضنة مغلقة على وشك الفقس؟ لو لاحظتم جيدا هنا ستجدون نحلة تريد الخروج. انظر، نحلة تريد الخروج، هاي أخي الكريم سأقوم بالفتح. سأقوم بالفتح عليها. انظر، انظر أخي الكريم، تريد الخروج. انظر، فهذه الحضنة حضنة على وشك الفقس، يعني ما زال تقريبا يوم أو يومين وستخرج كل الحضنة. انظر حينها تخرج من العين السداسية. والحضنة المفتوحة التي هنا أخي الكريم، التي تكون يرقة، هاته هنا وهاته هنا، هذه وأنت أيضا هنا وأيضا هنا، هذه حضنة مفتوحة. انظر هنا غير موجود، تجد يعني حضنة أخرى. هذا أيضا فيه سلوى حبوب لقاح. كل إطارة فيها عسل هاتف. المهم إخواني، فرقتم بين الحضنة المفتوحة والحضنة المغلقة. الحضنة المفتوحة التي تكون يعني يرقات ويكون لونها أبيض، يرقات من الثمن، والحضنة المغلقة تكون لونها بني إلى بني باكر. فتلك الحضنة المغلقة وتكون العين السداسية مغلوقة، لكن الحضنة المفتوحة تكون العين السداسية مفتوحة وتظهر باللون الأبيض، يعني تظهر اليرقة عادي. فهذا هو الفرق بين الحضنة المغلقة والحضنة المفتوحة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.